يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا وحليف العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبرنامج كيني برارو تشنتاها أينو كحسيني هيلين تنبي قلنا اتهادي كيسو للراعو أما لقن كيسا أما شعائل كيسو بينو ساي هاي متابعة دي سي الراعي ديسا يأي نقو كفا إذا استنى من وصاياه ومن حكمه دردارا ندي لحل قلقا هاي ونقاتك النبي قو يا حكمة دي بضنايد كسو ما حنيسا كسو برقانيسا قصنا دي علمي هاي قيمها بضنايد الله وكوك الله ضي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كي حكمة بضانا هابا ينشر حيني قضب كا لبادو حوية لأن يرني بدي من كسو هذا اللي قضل كبالا لبادنا وحوية عافماتك صحتك يغتنم صحتك قبل سقمك نبي قوح الله عليه الصلاة والسلام كفا إذا سقفيه عافماتك انتان عذرك قدعين كلمة دي هذا عجيبة انتان عذرك هلين هذا عافمات قبط عافماتك وقفا إذا سنة لش آخره يا كيت كأديك على هيد يا سادي له ورالي قلين لهيد الدنيا ده نوي حياة قفصنا يسكت في هذا يسوع عربت حكمة ده دوي بضناين وحكم ده حكمة ده لنا يسوع الصحة تاج على رؤوس الأصحاء على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى شيء قال له إذا هذا عافمات وتاج وين أو كسارا قفك مرح أو أي أركيان كلية ضدك بكاء. اسمارك يقف كان عافماتك قبل تاج كانوا كحرقونا تاج هو وحي بغرادة دوشة لقى ساري كذي. علامة ضوها هي بدو ده يقيمه هذا. مركا كاوحة اسكوا تضدك عافماتك قبل يقو اسمارك يانا كو عمرك قبل أركيا. ورين هذا عجيبة وي. نحرق ديس يقف هي بدو ولا هي سيدا أوت الله بسنا تمرت كوتشرت يقف كضعيف كهالكا بوكان كهال سريرت كيف مركو صاوي يقو. وحورن ترى أيامه سداها ما أنتنا سدا نانو الله ضياءه أمبارك أما بريدة وسقية وحليا بدموي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث كلو كجدي قالوا وحوري مئات سجيسان إلا مرضا مفسدا وحد سجيس قفي عافمات كقضاء عذرك آفية أو شدك كادوة أو مرشك حماية أي بات سجيس بركوا حين كيل علينا إن نرشينا ما يسمى بالتصويف التصويف وراء عربية لكن تصويف كو حويان إنا ينو استعمال وحاة بريتو صادم بإيكاد قدال هدو أيين وحاة سمين دونا رأيضها استعمال مدحويني مسلمين تقيمها بضنا عادل كها عمر بن عبد العزيز أيا مالين ساحبة دي كميدة باوحو كويري وحا أركيسيقو ما أنتو رشقين أيهو دالي كدبنا هبيني بديس لابديش طيو وليش قديسي وضع مركزاو حرمان طورني أمير المؤمنين وادا شود واحد سوقع لوقتي قد نصن لهايدي
intan beri u dhig shaqadan imika iska yara dib dhigo beri bal qaban doonta markaas wuxuu ku yiri xikmad buu ku yiri oo shaqadii maanta ayaan iyadoo aanan dhameystirin markaan dhaafo tabari markay ku darmato ka waranbu tii maanta la il daranahay shaqada berita haday ku darmatana maxaynu yeelaynaa oo ta taraakam ila way beeraysaa way istul baxaysa marka maalin walba shaqadiisa ku dhameynaya ay kaadib inaguna maanta waxaynu runtii maraynaa shayga loo yaqaano nicmada ilaahay uu nasiiye subxaana wa tacaala ee qiimaha badan inay dad badan ay garan la'yihiin sidan miyaan mooday ayaa in badan ay ku tagaan min nicam illaahi tacaala waa inaynu dareennaa nicmooyinka waaweyn ee ilaahay uu noogu deeqay inuu ka mid yahay caafimaadku alcaafiya alcaafiya ereyga aada u dhadhami rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha asaasiyaadka nolosha waxyaabaha gundhigaba u ah nolosha macaaneeya macnaha u sameeya markaasaa wuxuu yihi man asbaxa mucaafan fii jasadi عنده قوت يومي آمن في سربه عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا في بعض الروايات بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا قفك عافمات قبوك بالعرب من أصبح معافا في جسده قفك دو تركي سوع عافمات قبو وأمن نأو هايستو أهل كيس أولاكو بيل كيسية مسارفتي وعنية نأو هايستو هذا أدون كي ويدو لوسو قنبيو كلا waxba yuu dooni daara badan iyo dollar badan iyo tuuye badan iyo waxba yuu dooni waxba kama maqnaa intii afkaa gelinaya maalintii cunaya u hayaa mana qaxayo oo ma ordayo nabadgelyo darra ma hayso ila qaraarka ilaada waynu dareennay waanu caafimaad qabaa saddexdaa kol hadduu isla helay muxuu ku cabanaya saasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asaasiyaadkii nolosha ayuu sidaa u xusay wuxuu ka bilaabay laakiin man asbaxa mucaafan fii jasadi qofka waaguu baryay isagoo jirkiisu caafimaad qabo marka haadihi nicma laabudda nashcuraha inaynu dareennaa waa laga maarmaan culimmadu markay sharxayeen uma latus'alunna yowmaidin can innaciim waxay ku soo dareen caafimaadka ilaahay wuxuu idin weydiin doonaa maalinta qiyaamaha nicmooyinka uu idin siiyee qiimaha badnaa ayuu idin weydiin doonaa nicmada kow ka ahi waa ta caafimaadka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid saxiixa ku yidhi addoonku ilaahay ma weydiisanin wax ka fiican caafimaadka shayga uu weydiistay ugu qiimaha badani waa caafimaadka allaahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya ilaah waxaan ku weydiistay caafis dunuubta aad iga dhaafto ila cudurka weyne waa cadaabkii dembigan ka imanayo iyo caafimaad caafimaadkuna waa laba qayboode bidi waa caafimaad jidhka ah oo markaa qofkii cudurrada dhiba ee damqaya dilaya uu ka caafimaad qabo caafimaadka qaybta labaadna waa caafimaadka quluubta oo waaba ka ugu sii cajab badanba dad badanbaa sida kale u xoog weyn laakiin qalbigu ka bukaa qofka gaalkaa qalbigaa buka qofka munaafiqaa qalbigaa buka ka diinta ka shakisanayn qaanacaad lahayn qalbigaa buka qalbi barar baa ku dhacay oo qalbigiibaa bukooday marka runtii taasina waxay tahay qofku dee inuu is ogaado ilaahayna caafimaad u weydiisto siduu nabigu yihi xadiidkii marfuuca sunanu nasaa'i ku sugnaa salu llaha alcafwa walmucaafaa salu llaha alcafwa walcaafiyata walmucaafaa famaa utiya axadun bacda alyaqiini khayran min almucaafaat ilaahay cafis weydiista oo caafimaad weydiista qofka lama siinin yaqiinta uu ilaahay rumaysan yahay kadib wax ka fiican caafimaadka iyo cafiska laba siinin marka arintaasi aad bay muhiim u tahay waana waxyaabaha in badan oo dadka ka mid ahi ay ku kadsoon yihiin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay nicmataani maqbuulun fiihimaa kahiirun min annaasi alsixatu waalfaraag in badan oo dadka ka mid ahi labo deeqood oo ilaahay uu bixiyey aada uma dareensana labadii deeqood uu isdul taagay labadaa cadiye waaweyn ee ilaahay uu bixiyeyo midi waxa weeyaan waa caafimaadka iyo faraaqa faraaqa xagga dambeynu kaga hadli doonaa mashquulka iyo qofku fursadda uu leeyahay laakiin ta imika inaga khusaysaa waxa weeye shayga loo yaqaano caafimaadka asixa asixa oo runtii dee wax lagu laxa jeclaabana weeyo
إسلام كينو عافمات كلب السيود بويلاني عافمات كشرك إن كهرتق للسمية وحلا وحي دنبية وحلا وحي عذرة كهرتق لقو السمية إياها الدو عذرك كقول عنا وحواتبة إن العلاج سميسو وقاد استويسو وكي شرك نوى الدوينيسا كي روح ذا نوى الدويني كي قلبي قال الدوينية سيدا دراد أيامها ينو عافمات قبنو وين نكفى إذي سنة عبادة ذا ينكفى إذي ننا كوة شقوين كينا اينو ادويه دو قبصان اينو كفايدستان اينو كايدك او قفكو نفتي سي اهل كيسا ودقلها اي امديسا الشحة عافماتك وحالا يلاعظو رونتي ساسو نبيكو يسودل تاغيو و آدي آدي نوغو برارو چينيا مركا قفك قيمها بضان ايلهي نراش الصح دا وافتي وقفك كفايدستان اي نعم الله علي نعموينك ايلهي ودوشي سيالي فراها بضان إنه عياذ بضنا إن سجوا قوم هذا قينه سبحانه وتعالى إلهي وحين قوم هذا قينا عافماتك وينجع عافماتي عذر ذاك للدوان وحين إنجع يأهل كنا يأصحابنا يأمدنا بقوة ديننا العفو والعافية والمعافاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد المختار عدد